ازيكم؟ دلوقتي بقى نكمل اللعبة بعد ما احنا عملنا الكود اللي دايما الشخصية ترجع المكان ده. احنا دلوقتي بقى عايزين لما نلمس الشخصية تعمل صوت سكراتش من ديالنا ساوند للشخصية. ده ساوند كده، ساوند فيه كتير. شوف شخصية تانية الساوند بتاعها في كذا صوت، بس انا بس حاطط السماعة فما فيش، مش هتسمع حاجة. الشخصية دي ليها كذا صوت، في شخصيات ليها صوت مختلفة. ده انا بالنسبة لي مش لايق لما شفته، طويل شوية. يعني مثلا صوته فأظن يستحسن نحطه للبيانو. هنعمل كنترول اي ونعمل له كوبي ونجيب للبيانو ونعمل له باست. في الاول هيعمل صوت صغير وبعدين يعمل كده حاجة. بعدين بقى وين ذي سبرايت، لو احنا اتكلنا على الشخصية دي الاول في كاستمز. الاول احنا عايزين الاول تعمل كاستمز واحد وبعدين نجيب صوت ستارت الساوند. الاول بقى نخليه يعمل ده وبعدين نجيب في اللوكس نجيب كاستم تاني ونحطه. اول بقى لما حنتك بيعمل صوت، ممكن احنا بقى نعمل الحركة دي لكل الشخصيات. الاول ونزي سبايك ليك نفي اللوكس سويتش كاستومز تو وبعدين نجيب ساوند. في اللي كده ساوند في حط الاول ساوند واحد نخلي دي تاني، يعني هو يعمل اثنين ورا بعض. بس نجيب بقى في اللوكس ونقفلها ونخلي في الاول برضو اول كسر. احنا بقى بنتك عليها بتعمل صوت. ادي شخصية تانية ممكن نعملها برضو ونزيد سبراي كليف نعمل كاستم وبعدين نحط اي ساوند احنا عايزينه. ده مثلا يكون حلو. وبعدين لو احنا عايزين نعمل كمان صوت لو احنا عاملين الكود دوبليكيت، الاول هنعمل في الاول غير ده خليه ايه زي ما هو، ده اللي نغيره. غير الصوت رقم اتنين مثلا نخليه ده حلو. في الجيتار، جيتار هنا دي كذا ساوند، لو احنا عايزين نتكي عليه تكي يعمل كل ساوند دي عادي. ده اول ونجيب سباي كليك وبعدين نجيب في اللوكس وبعدين نجيب في الساوند وبعدين نعمل دوبليكيت للكود وبعدين نعمله تاني كده. عملنا 8 مرات. نعمل الاول واحد ايه وبعدين نسيب بيه وبعدين ايه نعمل بحيث ان هو يعمل شكل حلو غير اصوات.
كل صوت مختلف عن التاني، بس ده زي اللي قبله. حط ده عشان يبقى كويس. غير ده برضو، نعملهم كلهم. ده مثلا كده عندنا كل الأصوات، بيعمل كذا صوت، بيعمل كذا صوت من اللي احنا عايزينه. بس عايزينه الأول يستنى لما يجي يطلع الأصوات دي. خليه مثلا ثانية واحدة بس قبل هو يخلص، وبعدين نحطها لكله. حطها تحت، نعمل كده بقى لكل شخصياتنا. عايزين نعمل الكود ده الأول الكاستم، نغير الكاستم بتاع الشخصية، وبعدين من الأول نحط الصوت من الساوند كده. وبعدين لو الصوت طويل شوية وهو مش راضي يتعمل نحط دي. استنى شوية، نعمل بدل لكل الشخصيات. لو ما عملناهوش كده نعمله له. لو نجيب ساوند لوكس، وبعدين نجيب كنترول ونضيف الايفنتس ونحطه يعمل صوت في الدرامز. هنعمل أصوات للدرامز برضو، وبعدين نحط الدرامز كاستم، وبعدين نحط الساوند فيها كده ساوند. فممكن نكتر اللي زعل اللي احنا عايزينه كده. حلو. الاول بقى نحط في الكنترول. استنى ثانية عم يعمل. اذا مثلا عايزين صوتين كده. حلو. نجيب في ده، نجيب في اللوكس بتاعته الاول، وبعدين نجيب في الايفنتس لما اضغط عليها، وبعدين في الساوند. اول اختار الساوند اللي انا عايزه. في كذا ساوند ليه، فممكن نخلي واحد بس كده. حلو. نغير، نحط برضه الكاستم ده تحت عشان دايما ما يفضلش الكاستم ده كده. حلو. نعمل في التاني زيه، ستارت ساوند، وبعدين في اللوكس، وبعدين في الايفنتس، ونحط كلهم كل الاصوات اللي احنا عايزينها. نعمل لي ده برضو، حط له كاستم، وبعدين نحط له ساوند يعمل اصوات. ده احنا عملنا له، بس نخليه يستنى برضه عشان يبقى حلو. ده مش هنحتاج نعمله تاني. ده احنا عملناه، نعمله برضه عشان يستنى. وده برضه احنا عملناه، ده لسه ما عملناهوش. نحط وينت سبايت كليك، نحط الساوند اللي احنا عايزينه، وبعدين نحط في اللوكس، وبعدين نحط في اللوكس تحت برضو. خلي اللي فوق ده بيه، ونخلي اللي تحت ايه، ونختار اي صوت احنا عايزينه. انا هختار ده، او ممكن نحط كل الاصوات هو يعملها. بس بتضايق شوية، بدل ناخد الكود بس عشان ما نتكش على التانية. نعمل بقى دوبليكيت
الساوند لو دي زيادة شوية حطني ما بينها بحيث اللي هي تكون مناسبة. الأول دي بي وبعد الأي وبعد بي وهنا بي ودي أي ودي بي ونخلي دي برضو أي. نغير بقى في الأصوات، نغير الأصوات زي ما احنا عايزين بالترتيب اللي احنا عايزينه. نعمل كمان دوبليكيت، نحط بعد الاف الاي والبي وبعدين نقول له استنى في دي، يستنى للمدة اللي احنا عايزينها نقدر نكتب اللي احنا عايزينه. حط دي في كل الحتة اللي احنا عايزينها كده نكون عملناها. نتك على الشخصية بيعمل حتى لو احنا سمعناه مع بعض. حطه كده، احنا سمعناه صوته حلو. نجيب عند الجيتار نعمل له ونزل سبرايت كليك، بعدين نحط الاصوات اللي احنا عايزينها. لو نجيب له كاستم نحط وات، ننسخ بقى الكود ده كذا مرة لو احنا هنحط كذا صوت، ومننساش في الكنترول اللي احنا نقول له استنى ثانية عشان ما نقعدش في الاخر نقعد نحطها كده. الكود هيكون حلو، حط في الاول اي صوت احنا عايزينه، نغير الأصوات ونقوله هنا، نحط الكود ده عشان يخليه يستنى. هنا نغير ده برضه دي، بعدين نغير الأصوات وانزل تحت نغير ده، وبعدين ده جاهز. هنخلي ده كده وكده الشخصية جاهزة بتاعتنا. لسه بقى بقية الشخصيات، ده هنا الكيبورد احنا عملناه، ده احنا لسه ما عملناهوش. حطه، حط كمان واحدة ديت، نحط الساوند، نغير دي، حط الأول كده حلو. السبيكر، السبيكر هنا مش محتاج سوا كاستمز عشان هو لي كاستم واحد بس، فاحنا بقى عايزين نحط كده سبيكر. هنيجي عليه تحت من هنا، نعمل دوبليكيت للشخصية وبعدين نروح على الكاستم بتاعها، وبعدين نعمل كنترول وبعدين نعكس اتجاه الشخصية بحيث ان هي تبقى كده، ونغير الصوت بتاعها نغيره نخلي اللي احنا عايزينه، نغير الكنترول بتاعه عشان تكون اتغيرت هنا دلوقتي. بقى لو احنا عايزين نحط كمان نعمل زي ما احنا عملنا، وعايزين نحط كمان من دي نعمل دي برضو نحطها هنا، نحطها هنا، نغير الصوت. احنا عملنا الصوت بتاعها، نغير
الصوت مثلا ده، وده نخليه ده، وبعدين نغير الكوتو بتاعه. كده كل الشخصيات ثابتة في مكانها، كده كل الشخصيات دي لسه مكناش عملنا لها الكود. نتذكر الكود برضو، هوتيل وين ليف فلاج كليكت، هوتيل فاريفر، وبعد ما حاطين الكود يفضل في المكان اللي هو فيه. بس هو روح هنا لازم نثبته، نتأكد ان الاوتو بس اللي حدثيت في سايد ده مش هي اياها، ونتلخبط شوية. نكتب الكود، نكتب زي ما هو مكتوب هنا بالظبط. اهو راح المكان، يبقى هو كده في المكان اللي احنا عايزينه. وبعدين بقى نعمل له صوت، هنحط زيز براكليت، وبعدين المظهر، وبعدين الصوت. شخصية ليها كده صوت، ليها صوتين. ممكن نحط دوبليكيت ونخلي يعمل له الصوت ده، الصوت بتاعها، الصوت الأول بعد الصوت التاني. يعني ترامبون دي احنا لسه معملناهاش. حط فلوكس، نجيبله صوت، عنده كذا صوت، ممكن نعمله صوتين. وبعدين نقول له استنى ثانية، بيعملها. وبعدين نجيله في اللوكس ونعمله دي هنا كده. كل الحاجات اللي احنا محتاجينها، بس نعمل اللي هو اللي هو يستنى ثانية كده. حلو جدا اللي احنا عملناه. دلوقتي اللعبة بتاعتنا جاهزة، نقدر نجربها دلوقتي. كده كل الشخصيات بتاعتنا بتعمل صوت، بتتقابل ونتسابل، كله بيعمل. كل الشخصيات بتاعتنا بتعمل أصوات. كده كل الشخصيات بتاعتنا بتعمل أصوات. وكده نكون خلصنا اللعبة بتاعتنا.